هو اليوم الواحد بيعبر عن اللي جواه، مش قادر، صار له عدة أشهر مكبوت ومش قادر يحكي. فاليوم في إمكانية إنه الواحد يطلع صوته ضد الحرب الهمجية اللي قاعدة بتصير في غزة، وعلى الله إنه الأمور توصل لحل وتنتهي الحرب وتتحرر غزة وتعود كما كانت سابقا. شو بتشعر هاي الايام؟ انا مضغوط كثير، بتألم لوضع الاطفال اللي بموتوا بغزة، مش قادر الواحد يعمل لهم شيء. ان شاء الله الله بنصرها مواقفهم، بتنتهي الحرب. نعم.